شلالات جبالة ب أذربيجان. شلالات جبالة واحدة من أهم المزارات السياحية في أذربيجان، وسبعة هو عدد الشلالات اللي موجودة هنا في الجبل، وجوزل ده معناها الجميلة. المدخل بتاعها هتلاقي فيه بياعين عصاير وفواكه وحلويات. بعد كده بتبدأ أنت تعدي على الشلالات وتتصور معاها في أماكن مخصصة للتصوير، تطلع بسلالم لفوق لحد ما توصل للقمة. طول ما انت طالع بقى هتلاقي مناظر وفيوهات جميلة جدا، بجانب انك انت هتلاقي كافيهات ومطاعم موجودة على مدار الرحلة. اتفرجوا معانا الرحلة وهتتبسطوا جدا ان شاء الله.
طلع لي 10، على بالنا 10 ملابس، طلعت 10 دولار قلت له والله قلت له انا ما اكل طلع لي 10، على بالنا 10 ملابس، طلعت 10 دولار قلت له والله قلت له انا ما اكل اكل الشاي ده كثير.